وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد السيد محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أكد أن إضافة الجانب التعليمي للحدائق في مملكة البحرين سيساهم بشكل كبير في الحفاظ عليها وتعزيز المفاهيم البيئية المحفزة لخلق جيل واع بأهمية الحفاظ على الحدائق العامة. فيما يخص حديقة توبلي التعليمية، هي حديقة تحتوي على المكونات المعتادة للحدائق، ولكن فيها تركيز خاص على جانب التعلم والتعليم والتثقيف للنشأ الجديد. ففيها المجسمات التي تحفز على طرح الأسئلة والتعلم، بالإضافة إلى الألعاب التي تنمي الجانب الذهني للنشأ. فيه بالإضافة إلى ذلك الشفرات الكيو آر كود عند النباتات والأشجار اللي موجودة، فممكن أن الشخص يمسح هذه الشفرة ويتعلم عن النباتات. الهدف من هذا النوع من المشاريع هو تنمية الرغبة في التعلم فيما يخص النشأ القادم إن شاء الله وأجيال المستقبل. نعم. عشان تكون أكثر من هواية، أو تكون الحديقة أكثر من مكان للراحة والاستجمام، تكون مكان للتثقف والتعلم وتطوير الذهن. هذه جزء من تحرك عام موجود عندنا. نعم. لرفع مستوى الحدائق بشكل عام،